بس صدقني اصعب مهمه ممكن تقابلني في تاريخي التدريبي الفريق ده. لسبب اتفضل. الفريق ده ما لعبش ماتشات دوليه خالص، لان هو كان في مرحله الشباب، حصل موضوع الكورونا فانسحبنا من البطوله، ثم كاس العالم اتلغى. اتلغى على افريقيا كلها او على العالم كله. فاصبحنا المنتخب اللي موجود ده ما لعبش ماتشات رسميه خالص. فانت جايب منتخب ما بيلعبش ماتشات رسميه خالص، كل الاعداد بتاعه يبقى ماتشات وديه، وهتخش في تصفيات في افريقيا ثلاث ادوار، ثم تخش في دوره مجمعه زي اللي اتلعبت في مصر، ومطلوب منك انك تحقق تارجت اعلى من اللي انت حققته قبل كده. يعني مطلوب منك دوره زي دي بطوله، ومطلوب منك مركز يكون اعلى من المركز اللي وصلت له في الاولمبياد. صحيح. فدي مهمه صعبه جدا 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 لاي حد، سواء انا او غيري يعني. طيب. صعبه فعلا، مش طيب. مهمه فعلا.